لازلنا متواصلين مشاهدينا متابعينا الكرام، ولا زالت الأشواط تتوالى مع هذا الكم الهائل ومع هذه الأعداد الكثيرة. وإن دل هذا على شيء يدل على نجاح هذا الميدان، فشكرا لجميع المساهمين وشكرا لجميع الداعمين. مشاهدينا متابعينا الكرام، قبل لحظات أعلنت انطلاقة شوط جديد، وهو الشوط 18 المخصص لفئة الجعدان ليتسجل باسم بطل واحد من احدى من هذين الابطال المشاركين في هذا الشوط. اتابع المركز الاول، اتابع الصدارة ومقدمة هذا الشوط. ابناء السوان يفتتحون ايضا مع بن جاسب من يتقدم على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. وأتابع أيضا أتابع شعار ابن حارب مع هذا التغيير السريع الذي جرى وطرى على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. وتابع أشقر حمد بن سالم بن محمد المدهوشي اللي غير على الصدارة، اللي غير على المركز الأول. المركز الثاني يا بو الشعارات أيضا تنافس شرس على الصدارة على مقدمة هذا الشوطر الصدارة. وتابع معطش عبد الله بن جاسم بن خليفة بن سيف ألم سافري أحد شباب السوان المتالقين الذي يضعون بصمة في كل ميدان. أتابع المركز الثاني، أتابع الصدارة من الطاير علي بن محمد بن سعيد آل سودين على المركز الثاني، وأرى أيضا التقدم، أرى الانطلاق في هذه اللحظات اللي واصل. أتابع اللي بدأ يتسلل في هذه اللحظات. وتابع ايضا، وتابع التنافس، وتابع التحدي، ارى اللي واصل في هذه اللحظات. وتابع حشيم مبارك بن عويضه بن سهيل ال خيالي ابناء رماح بداوا ينطلقون على المركز الرابع. اما المركز الخامس، خامس المراكز، وتابع ايضا الباز احمد بن محمود بن سعيد الوهيبي، واتابع مطفي احمد بن سيف بن سهيل بن حميد الدرعي، وايضا بدا يهدد مع المراكز الاولى المتقدمه، لكن الصداره مقدمه هذا الشوط الزاجل محمد بن حسين بن فرح بن تويم الاحبابي. يحب الفوز، يحب الانتصار، يحب المراكز الاولى المتقدمة بن تويم على الصدارة، مع أيضا الزاجل اللي بدأ يحلق أحد الطيور السريعة. وتابع الوصول، وتابع مطفي أحمد بن سيف بن سهيل بن حميد الدروع بدأوا يتحركون في هذه اللحظات. وتابع حشيم مبارك بن عويضة بن سهيل الخيالي ابناء رماح السلامات طايرة ما شاء الله تبارك الله. المركز الرابع
تابع وتابع اللي واصل اللي بدا يتسلل في هذه اللحظات. مجد سيف بن فالح بن سيف الشامسي، وسمع الله دروبك، سمع الله دروبك. المركز السادس، وتابع الوصول، وتابع اللي واصل، وتابع العزوم او العزم. محسن بن غدير بن حمدان الوهيبي، ابناء السلطنة واصلين. يا باي يا هشوط، الكيلو الاخير. عرقوب بن علو، عرقوب الامتحان، عرقوب الاوامر، عرقوب المنافسات. ما شاء الله تبارك الله. امطفي 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 يا بابا 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 بابا. ما شاء الله تبارك الله. احمد بن سيف بن سهيل بن حميد الدرعي، الدرعي الدرعي انطلق على الصدارة، الدرعي انطلق على المركز الاول. وتابع اللي واصل، اول نداء للعزم. محسن بن غدير بن حمدان الوهيبي، يا باي اباي. عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، العرياني والوهيبي، الوهيبي العرياني. يا باي اتابع الوهيبي العرياني، العرياني العرياني. سلام العرياني، سلام سلام. محتار، سلام محتار. من اختار الصدارة؟ من اختار المقدمة؟ عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني المركز الثاني. كان ايضا الوصول من العزم للسيد محسن بن غدير بن حمدان الوهيبي، والمركز الثالث كان ايضا الوصول من مطفي للسيد احمد بن سيف بن سهيل الدرعي، والمركز الرابع كان الوصول والانطلاق من شباب السيد محمد بن سعيد المري الاجتبي اللي واصل، والمركز الخامس. وتابع اللي وصل في على خامس المراكز، مجد للسيد سيف بن فالح بن سيف الشامسي. اذا تهانينا، تهانينا والناموس للسيد عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني على فوز محتار. ايضا توقيت محتار 6 دقائق و17 ثانية واربع اجزاء من الثانية. عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني احتار مع 4 كيلومترات، لكنه اختار المركز الاول. وتابع المركز الثاني، وصل العزم للسيد محسن بن غدير بن حمدان الوهيبي. كان توقيت محسن 6 دقائق و17 ثانية وثمان اجزاء من الثانية. اما المركز الثالث يا مخرجنا العزيز، ثالث المراكز مطفي للسيد احمد بن سيف بن سهيل بن حميد الدرعي، وكان توقيت مطفي 6 دقائق و18 ثانية وسبع اجزاء من الثواني. اذا تهانينا والناموس للسيد عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، وسلام العين، سلام دار الزين.